السلام عليكم يا ماما صفا، تما ان شاء الله جاتكم بحلوى رائعه، بالحليب المركز المحلى بالشوكولا، اون بات صابلي رائعه توالم مع يعني. وصل الوقت تاع الحفله تاع المدرسه لوليداتنا، تقدروا تجهزوها لهم كيف تقدر تجهزيها للدار يعني لوليداتك. واش راح نحتاج كقاعده اولى؟ عندي هنا 250 غرام مارغرين طريه، بيضه كامله، كاس الا ربع تاع سكر رطب، رشه تاع خميره كيميائيه، والفارينه. اذا ندير هذيك السكر رطب، بيضه كامله. الطبقه الاولى كما رانا نشوفوا سهله، الفون تاعي راني شعلته على 180 درجه هكذا باش نربح الوقت فقط. نخلط هادو مع بعض، مع داعم طيبه الحلو والزبده تكون درجه حراره الغرفه. نخلطهم حتى نتحصل على خليط كريمي. اذا من بعد واش ندير؟ نبقى نزيد في الفرينه، ندير كميه تاع الفرينه هي الاولى، وندير قرصه تاع خميره كيميائيه ما نكتروش، يعني حوالي نص مغرفه صغيره فقط في 250 غرام. اذا ونبدا نلم حتى نحصلوا على عجينه تكون طريه، يعني بات صابلي عاديه. اذا نلمها، شوفوا الطريقة دائما الحلويات تاعكم لموهم غير بصباحكم، يعني ما تعجنيش. اذا نبقى زيت الفارينة حتى تلملي العجينة تاعنا. اذا هاي العجينه تحصلت عليها، نخلوها شويه طريه على الصابلي يعني. اذا العجينه تاعنا راهي واجده. اذا من بعد نحكم امول اللي يدخل للفوق، فيه 35 على 25 سنتيم، وندير العجينه تاعنا كقاعده اولى. اذا نفتحها بيدي، يعني ما درناش فيها الخميره بزاف، يعني نص مغرفه صغيره فقط. اذا نفتحها على كامل الكبر تاع المول تاعنا، نديرها يعني طبقه متساويه. من بعد ما سويت لها كامل الوجه تاعها بهذه الطريقه، نحكم فرشيطه نثقبها وندخل نطيبها في الفرن تاعي، راه سخون على 180 درجه. تشوفيها طابت ماذا بينا تاخذ لون ذهبي شباب هكذا باش الطبقه تجينا بنينه وتجيها واحد القرمشه رائعه. اذا ندخلها الطيب ونرجع لكم نكملوا المراحل تاع الحلوه تاع نهار اليوم. بعد ما طابت الطبقه الاولى ها هي معنا، دابا خرجتها من الفوق، نجوز نوجدوا الطبقه الثانيه. ماذا بينا واش راح نحتاج؟ هنا عندي 100 غرام تاع مارغرين طريه، يعني حوالي زوج مغارف معمرين 100 غرام، كاس الا ربع تاع السكر اللي هو حتى هو 100 غرام، ونحتاجو كاس تاع حليب مركز محلى اللي هي 250 غرام. تقدري تجهزيه في الدار، راح نحط لك الرابط تاعو كما تقدري تشريه، لكن اختيار. اذا نجيب مغرفه تاع حطب، ندير هذاك الحليب المركز المحلى، نفرغو في الكسرونه اللي هو 250 غرام كاس كامل. حبيتي تستعملي الغرام، حبيتي تستعملي الكاس. ندير معاهم هذاك الكاس الا ربع تاع السكر اللي هو 100 غرام، وندير معاهم هذيك لا مارغرين، وندير الخليط كله فوق النار، ونبقى عفوا غير بالعقل. اذا ندير الكسرونه تاعي فوق النار ونبقى نخلط حتى يذوب هذاك السكر، تذوب لنا هذيك لا مارغرين ولا الزبده، وينسجموا المقادير مع بعض. اذا نبقى نخلط، اذا هنا راه داب لي هذاك السكر، دابت لا مارغرين، نبقى نخلط حتى يتقل لي الخليط تاعي. اذا نخلوه يغلي امامنا، تحسوا ان الخليط بدا يتقال، يعني ما من تكوني جهزتي تمتم الحليب المركز المحلى تاعك
غادي تستعمليه مباشرة، يعني ماشي مشكل، لأنه أصلا راح نسخنو الخليط، يعني ماشي شرط تستناي حتى يبرد. إذا هنا نخليه يبدا يغلي وراني نخلط فيه. هنا الكريمه تاعنا شوف كيفاش ولات، تحسي انه الخليط تاعك ولا ثقيل، يعني خليه يغلي حوالي دقيقتين ثلاثه. شوفوا الخليط تاعنا كيفاش ولا، ولا ثقيل. هنا نطفي عليه، من بعد نفرغوا على الطبقه الاولى. يعني شوفوا الخليط تاعنا كيفاش ولا، يعني يجي باين بلي راه ثقيل. نبدا نمشي الطبقه الاولى، نفرغ كامل الكميه اللي عندي. نسويلو الوجه تاعو ونخلوها تبرد، نعاود نرجع ليها حتى تبرد تماسك لنا ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا من بعد مرت حوالي 30 دقيقه، راح تصيبي شوفوا الكريمه تاعك، تصيبيها ناشفه، راح بالخب تنشف. اذا هنا نجوز ندير طبقه ثالثه اللي هي الشوكولا. هنا عندي حوالي 150 غرام تاع الشوكولا، راح نديرها في حمام مائي الدوب. من بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي ندير لها حوالي مغرفه كبيره تاع الزيت لهذه الكميه هذه تاع 150 غرام، نخلطهم مع بعض حتى يندمجوا لنا هذيك الشوكولا مع الزيت. هكذا باش فقط الطبقه تاع الشوكولا تجينا تبريي وما تجيناش يابسه بزاف. اذا هنا من بعد واش ندير، نحكم هذيك الشوكولا ونفرخها على الطبقه الثانيه. 150 غرام راح تكون كافيه لهذه الكميه اللي عندنا. نمشيها على كامل الوجه، يعني الطبقه الثانيه راح تنشف بالخف مش راح تطول. نمشيها كامل على الوجه. انا نحب شوكولا بالحليب، اللي تحب شوكولا سوداء طبيعه الحال دير شوكولا سوداء، لكن شوكولا بالحليب يعني عندها وجه شباب. هنا ها هي الحلوة تاعنا، نخليها تبرد نقطعها ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. هنا راني بديت نقطع في الحلوة تاعي، فقط كنصيحة ما تقطعيش بالموس يكون خشين، هنا قطعته بالخشين. شوفوا يعني تكسرت لي هذيك الشوكولا، تكسرت لي هذه الحبة، لكن قطعت بالرقيق جاتني مليحة. لاحظوا معايا كي يكون الموس رقيق ما راحش تخسر لنا الحبات بهذه الطريقه، والا نسخنوا الموس شويه ونقطع به. من بعد ما قطعت الحبات تاعي هما معنا، حبيت نزينهم الوجه تاعهم بشويه تاع نيسلي، يعني حليب مركز محلى. ندير ثقوبه صغيره فقط في الكيس تاعنا البيطار، حبيت يعني باش ما نخلوش الوجه تاعو فارغ. كما تقدري ديري مثلا شوكولا بيضاء، نفس الشوكولا ديري على الوجه، يعني هنا لك الاختيار. اذا نعمل التزيين الخفيف حتى باش نكاسو لا كولور فقط. حلوة تاع النهار اليوم هي معنا، شوفوا كيفاش جاتنا طبقة تاع لو بيسكوي، يجي مقرمش، خليه يطيب مليح يحمر. طبقة تاع النسلي، طبقة تاع الشوكولا، وصفة رائعة اصحاب الريجيم. نقولكم غير بلاق الحبيبة فقط تكفيكم، هناكم تجربوا الوصفات تفرحوا الوليدات. شوفوا شحال الشباب جا، رائع رائع رائع. فقط هنا حبيت نقسم لكم حبيبة امامكم هكذا باش تشوفوها عن قرب. اذا بسم الله، لاحظوا معايا يعني هذاك لو بيسكوي مقرمش، لاحظوا معنا عن قرب هكذا باش تشوفوا الحلوة تاعنا مليح. شوفوا طيبة من التحت مقرمشة، رائعة رائعة رائعة، يعني بنتها بنة خرافية. نتمنى انكم تجربوا الوصفة، اكيد راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة، والى اللقاء.